وزيرة العدل تعلن عن مشروع قانون جديد لتجديد أحكام التجسس. إيطاليا تتهم النمسا بالغطرسة في قضية إجراءات مكافحة المرور. النمسا تخصص 21 مليون يورو لدعم مناطق الأزمات. إضراب عمال الخطوط الجوية النمساوية يلغي 92 رحلة. وزارة التعليم توزع 320 ألف جهاز رقمي على طلاب المدارس. والعثور على الطفلة دانكا مقتولة في صربيا بعد شكوك في فيينا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت وزيرة العدل النمساوية ألما زادتش عن مشروع قانون جديد لتجديد أحكام التجسس يستهدف توسيع نطاق التجريم ليشمل التجسس على الدول الأخرى والمنظمات الدولية. وينص القانون الحالي على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات لإنشاء أو إدارة جهاز مخابرات سري، وينتقد القانون الحالي لعدم كفايته ويثير مخاوف من تحول النمسا إلى ملجأ للتجسس. وقد حظي مشروع القانون الجديد بدعم من عدة أحزاب بما في ذلك حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي وحزب نيوز. اتهم نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني النمسا بالغطرسة في إجراءاتها المناهضة للعبور في مقاطعة تيرول، معتبرا أن المفوضية الأوروبية أظهرت لا مبالاة مخزية. وقد تقدمت إيطاليا بشكوى ضد النمسا للمفوضية الأوروبية، وتنتظر النمسا إما بيانا أو إجراءات قانونية. ومن جانبها أعربت وزيرة النقل النمساوية عن دعمها لإجراءات تيرول مؤكدة توافقها مع القانون واستعدادها للدفاع عنها. وقد تم تحديد جلسة استماع أمام المفوضية الأوروبية في أبريل حيث سيتم مناقشة القضية بالتفصيل. أعلنت الحكومة النمساوية اليوم تخصيص 21.5 مليون يورو لدعم منظمات الإغاثة الإنسانية في مناطق الأزمات حول العالم كجزء من صندوق الكوارث الأجنبية التابع لوزارة الخارجية. وتستخدم المساعدات في مناطق مثل أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وأوكرانيا وأفغانستان. وأكدت الخارجية أن أمن أوروبا يعتمد أيضا إلى حد كبير على أمن واستقرار جيرانها، ولذلك يجب بذل كل ما في وسع أوروبا لمنع الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية العالمية المتصاعدة بسبب الصراعات المسلحة والفقر وحركات الهجرة وتغير المناخ. واجه 8000 مسافر صعوبات في السفر بسبب إلغاء 92 رحلة للخطوط الجوية النمساوية اليوم الخميس نتيجة إضراب عمال الشركة الذين يطالبون بالمساواة في الأجور مع شركة لوفتهانزا. وطلبت النقابة بزيادة الأجور لتتساوى مع نظائرهم في لوفتهانزا، مشيرة إلى فجوة بنسبة 40%، حيث فشلت جولات المفاوضات السابقة في التوصل إلى اتفاق، مما دفع النقابة لتنظيم إضرابات تسببت في إلغاء مئات الرحلات. ومن المقرر استمرار المفاوضات في الأسبوع المقبل مع توقع تواصل الإضرابات. أعلن وزير التعليم مارتن بولاشيك اليوم توزيع 320 ألف جهاز رقمي على طلاب الصفوف الأولى ومعلمهم ضمن مبادرة المدرسة الرقمية والتي بدأت عام 2021. ومن المتوقع تجاوز عدد الأجهزة 400 ألف في العام المقبل وفقا لبولاشيك، حيث يشارك 98% من المدارس المؤهلة في المبادرة. ويرى الوزير عدم الحاجة لبرنامج مشابه للمدارس الثانوية، بينما انتقد حزب نيوز بوابة المدرسة الرقمية، ورد بولاشيك على هذه الانتقادات نافيا فشل البرنامج. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وفاة الطفلة دانكا إيليتش ذات السنتين بعد اختفائها واعتقال شخصين اعترفا بقتلها. وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي حيث أكد فوتشيتش اعترافا مشتبه بهما بجريمة القتل، حيث تم العثور على أثار دم في سيارة قرب منزل عائلتها. وأشار الرئيس إلى نقل المشتبه بهما لمكان العثور على الجثة، واعترف المشتبه بهما بصدم الطفلة بسيارة العمل ودفنها في مكب نفايات، وبالتالي تبين أن الطفلة التي تم تصويرها في فيينا ليست دانكا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.